من أجمل الأفكار التي توحد شمل الأسرة تحت سقف واحد هي المشاريع العائلية التي تعزز روح التعاون بين الأسرة وتساعد على زيادة ربحهم وخبراتهم المختلفة. طبعاً هذه مشاريع رمضانية احنا بنحاول ايش نغير في الألوان الحمراء حسب رغبة الزبون، فبنجيب ألوان جديدة يعني زي كده، هذا قطن طبعاً ده المعتاد الأحمر، هذا عدد بصمة رمضانية، ايه هذا البصمة الرمضانية، بس كثير زباين الآن بيطلبوا ألوان زي كده مثلاً زي الأزرق، يعني في أشكال كثيرة. عمر شامي الشاب الذي تعود على العمل مع والده منذ طفولته في نفس هذا التوقيت من كل عام لتقديم الفوانيس والزينة، ما أكسبه حب العمل من هذه البسطة. احنا لنا تقريبا 11 سنة إلى 12 سنة بدأناها كفاميلي بزنس، فاميلي بزنس، و تطورنا في البداية، بكل مرة بكل سنة بنجيب أشياء جديدة، بنطلع بنفسنا مصر، بننقل أشياء بنفسنا، بنعمل تصاميم هنا، بنروح مصر بنفصلها، وكل سنة ما شاء الله بنجيب أشياء أكتر وبنجيب أشياء مميزة. الزينة والفوانيس وألوان رمضان المبهجة، هكذا يستقبل أهل جدة وضواحيها الشهر الكريم، كما تتضاعف أعداد المشاريع العائلية كل عام في شهر الخير، وربما أنت تبدأ منه. لقناة الإخبارية أبرار باهبري، جدة.